تعال ناخد مثلا وليكن، وليكن اللوحة دي. حلو، تعالى بقى يا سيدي، الراجل كده جايب لك فرع اهي بدءا من المنهول 21 على 7 وبتنتهي عند المنهول 21 على 7 على 1. اول ما هو بيديها لك ايه؟ السكشن سايز، يعني ده ماسوره قطر 200، الميل 0.325%، يعني على 100 زي ما قلت لك 0.325%. الجراوند ليفل مديني الجراوند ليفل فوق المطبق هنا عند البدايه 5.52 وعند النهايه 5.51، يعني فرق صنف ده عند التصميم. طب الانفيرت ليفل هنا 4.21 وهنا 4.31، يعني الفرق ما بين دي ودي 10 سم. ركز بقى معايا، الدبس اوف الدبس انفيرت يعني اللي هو عمق المضه هنا كام؟ 31، وهنا كام؟ متر 20. الطول كام؟ 30. الاستيشن ده زيرو وده زيرو 30، لازم ما تطرح الاثنين الاستيشن دول من بعض يدوك طول الفرعه دي. طب بمعنى ايه كاتب لك دي كده؟ يعني لو لقيت السهم دي كده على اي لوح، معناها ان الماسوره، ان المضه ده داخل عليه ماسوره وخارج منه ماسورتين، واحده منسوبها 3.269 والثانيه كام؟ الاثنين نفس منسوب الخروج. ممكن تلاقيهم مختلفين عادي خالص، يعني ممكن تلاقيهم مختلفين حسب الايه الاتجاه. خلاص خلاص الناس مركزه معايا، ممكن استغنى عن اللوحات دي بالمسار ايه؟ الافق. يبقى دي لوحات القطاعات الطوليه. ايه اللوحات اللي بعد كده؟ لوحات نماذج المطابق. ولوحات نماذج المطابق دي بيديها لي ليه؟ عشان اطلع التفاصيل، نوع المطبق، من عند المطبق ممكن يكون مطبق خرسانه بيتصب في الموقع، مطبق بريكاست بيجي جاهز، مطبق بلاستيك، مطبق جي ار بي. فبناء على الرسمه بيوضحها شكله، مطبق مربع ولا ايه بالظبط؟ المطبق ده هيبقى خرسانه عاديه ولا مسلح؟ ابعاده اللي هو الابعاد الداخليه اللي بتبان على المطبق، سمك الجدران، التاسيس بتاعه، القعده بتاعته ظروفها ايه؟ الغطا شكله ايه؟ الكلام ده كله. انا جايب لك لوحه معانا النهارده فيها جميع تفاصيل المطابق طبقا للكود، اهي طبقا للكود. عندك المطابق كامله اهيت، المربعه والمدوره اللي فيها باك دروب وجميع الاقطار طبقا للكود، وازاي والتاسيس بتاع المطبق والماسوره ظروفه ايه، كل الكلام ده هتلاقيه موجود عندك. هتبعت لك اللوحه النهارده ان شاء الله. تمام، يبقى اللوحه دي لازم الاستشاري يديها لك من ضمن اللوحات. ليه؟ لان بدونها هتلعب في المواصفات. انت راجل ما عندكش ابعاد ولا عندك نوعيه ولا عندك اقطار ولا عندك اي حاجه، اللي هيعجبك هتعمله، فلازم يحكم نفسك ويحكمه. اللوحه اللي بعد كده يا باشمهندس لوحه الاغطيه والسلالم.